هلو جايز، سو ده مش بارت من الفلوج، بس انا حبيت اطلع اقول لكم انه كل الحاجات اللي هتشوفوها في الفلوج دي اتصورت اكيد قبل رمضان، فعلشان انا هكون باكل وبشرب وكده. ف if you feel like you're gonna get offended by this، اتفرجوا عليه بعد الفطار، بس انا هنزله الصبح، فانتوا هتكونوا بتشوفوه في نهار رمضان لانه ده الوقت اللي انا بنزل فيه فيديوهاتي. بس عايزة اوضح لكم انه زي ما قلت لكم كل الفلوج ده انا مصوراه قبل رمضان بكتير. ف yeah, you guys enjoy watching and I love you guys. Hello guys and welcome back to my channel. So I'm starting the vlog really really late. النهاردة الخميس يوم 16 والساعة 7 قفل. Wait, let me open it. الساعة 7:56 at night. وقررت اني ابدأ لكم الفلوج النهاردة لانه بحس يعني عايزة اتكلم معاكم، عايزة افتح الكاميرا ادردش معاكم شوية لانه you know I love you guys. By the way، لو انتوا جداد على قناتي وما تعرفونيش probably مش هتكونوا عارفين ان دي باروكة. دي باروكة يا بنات، this is not my actual hair. so انا دلوقتي قاعدة بحط ميك اب علشان هصور فيديو for my youtube channel، وهيكون اكتر فيديو اتطلب مني اخر فترة هو انه صوري لنا ازاي بتصوري فيديوهاتك على اليوتيوب، ازاي بتعملي لهم edit، بتستخدمي ايه، كل الحاجات دي. so I'm gonna do now a video. it's gonna be really detailed and I'm gonna give you guys secrets and tips and everything. so I'm really excited for that. تقريبا لو انتوا بتتفرجوا على الفيديو ده هيكون already الفيديو اللي انا بتكلم عليه نزل، فهسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن بوكس، فروحوا شوفوه بعد الفيديو ده. باي ذا واي انا اسفه جدا على المسي باك جراوند، بس I'm moving you guys. it's moving week وانتوا عارفين قد ايه النقل بيكون صعب جدا. I'm supposed to be packing my stuff بس I'm filming instead. ف this is true dedication. okay، لانه مش عايزة اتأخر عليكم. بصراحة النقل جه فجأة you guys. فجأة my parents came and told me انه احنا هننقل this week so pack your stuff. I'm like what. كان بقالنا فترة كبيرة بنتكلم في موضوع انه عايزين ننقل وكده، بس nothing was official، مفيش حاجة كانت اكيدة ولا اي حاجة. ف I was kind of like taking my time with it. I was lazy وكده. بس لما جم قالولي انه هننقل this week I was shocked you guys، لانه I'm not ready. as crazy as this sounds you guys، بس ده هيكون اخر فيديو او اخر vlog هنزله في بيتي في الأوضة دي. I don't wanna be silly and cry، بس like it makes me really emotional لانه I have so much memories هنا في الأوضة دي. like it's my room you know، like I've been living here for a really long time and I just feel comfortable here. بس خلاص انه هنقل على بيت جديد and I'm just so excited you know، like متحمسة انه اعمل new memories في البيت الجديد and all that kind of good stuff. واكتر حاجة محمساني جدا انه الأوضة الجديدة بتاعتي اكبر بكتير من الأوضة دي. so you guys see my room it's a little bit smaller، فالأوضة الجديدة هتكون اكبر بكتير، تقريبا it's double the size of this room. ف I'm really excited about that لانه ده معناه انه هقدر اديكو content اكتر او content احسن على اليوتيوب لانه هيكون عندي more space and I'm just so excited for that. فبجد متحمسة جدا 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 اني انقل، بس في نفس الوقت اللي هو it's just too much لانه مع الفيروس ومع الاكزامز اللي عندي في الجامعة وفيلمينج and just packing everything again بعد ما رتبت الأوضة وحطيت كل حاجة في مكانها. دلوقتي لازم اعمل packing وبعد كده unpacking في البيت الجديد، ف it's just too much you guys. بس I will make it work because that's what we always do right. واكيد هوريكو الاوضه بتاعتي الجديده وهي فاضيه، وكمان بفكر اعمل لكم روم تور، ف I'm just so excited about that. اوكي من غير رغي كتير هبدا اني اعمل الميك اب بتاعي وهسرع الفيديو، وبعد كده I'm gonna see you guys after I'm done. Thank you.
I finished my makeup. عملت حاجة سريعة قوي وخفيفة, وعلى فكرة ما حطتش برونزر, تخيلوا. That's weird, but I like it. أكتر حاجة متحمسة عليها في البيت الجديد هي إنه I'm gonna have my own toilet, and you guys have no idea أنا من قد إيه نفسي يكون عندي my own toilet علشان أزينه بالطريقة اللي تعجبني وأحط فيه all my stuff and like do my morning routines and nighttime routines and skincare and everything like that. أول ما عرفت إنه I have my own toilet على طول دخلت على Bath and Body Works. I ordered hand soap, shower gel, طلبت حاجات من Lush. Like I went crazy. Okay, I need to chill. عارفين اللي هو عايزة أجيب كل حاجة جديدة for my new room and I wanted to look cute. So أنا طول عمري الأوض بتاعتي بتبقى لونها pink أو فيها pink وأبيض وحاجات كده, حتى شوفوا الأوضة بتاعتي تحسوها pink في أبيض. بس أنا for this time like this new room I wanted to be more on the cool toned side, فعايزة أعملها gray على أسود على أبيض, عارفين اللي هو modern. I don't know how to explain it, but I wanted to be like modern and like clean أكتر. I might add pink, I don't know, لأنه pink is my favorite color, فممكن I end up adding pink, بس مش عارفة. Like so far عايزها تكون زي ما قلت لكم gray وحاجات كده. أنا عارفة أني بتكلم كتير قوي في الفلوج ده, بس أنا عايزة أقول لكم أنه I want my vlogs to be something for fun. عايزاكم لما تدخلوا تشوفوا my vlogs ما تحسوش أنكم بتتفرجوا على فيديو, بس تحسوا أن إحنا قاعدين مع بعض, we're talking and we're catching up. أو مثلا أنكم تتفرجوا على الفلوج ده وأنتوا زهقانين, ما فيش أي حاجة تانية تتفرجوا عليها أو تعملوها أو whatever, لأنه I love watching vlogs. وبحب قوي أنه مثلا أنا بعمل my makeup أو بعمل أي حاجة, بشرب كوفي, يكون في vlog شغال in the background, أكون you know حاسة أنه في حد قاعد معايا. فأنا عايزة بالضبط my vlogs يكونوا كده. ف yeah, I just love talking to you guys. بحب أنه أصور vlogs, وكتير منكم حبوا my vlogs. حسيت أنه حبيتوا my vlogs أكتر من الفيديوهات العادية, ف I'm really happy about that, لأنه أنا نفسي بحب أعملهم. So I can't wait to do more for you guys, more vlogs, and just you know just show you the real me, like my real life. My vlogs من هنا ورايح هيكونوا طبيعيين جدا. Whatever I wanna say, I'm gonna say, and I'm just gonna try to make them longer علشان انتو تستمتعوا بيهم اكتر, وفي نفس الوقت انه عشان you know تعيشوا معايا كده اليوم. يعني مش عايزة يكون vlog مثلا 6 دقايق او 10 دقايق وبعدين خلاص, لا عايزة يكون مثلا 30 minutes and like I don't know إذا هعمل vlog ده for that long, بس let's see. المهم you guys, هروح أصور دلوقتي الفيديو بتاع اليوتيوب وبعد كده هشوف هنعمل إيه. I don't think I'm gonna do anything غير أني أقعد في السرير and watch Netflix because that's just my life. Oh my god, we're out! Hi guys! So احنا دلوقتي رايحين نشوف الشقة الجديدة because hello, say hello to my followers, to my friends. How are you guys? I don't think that you gonna hit this blunt because nigga you won't. وصلنا البيت. Yes. بس I don't think انه في نور, صح؟ Okay guys, so وصلنا and now I'm gonna show you my room. And here it is, you guys. It's really nice. I love it. It's big. Actually, هي أكبر من الأوضة اللي أنا كنت فيها تقريبا بمرتين. وأنا أسفة جدا على صدى الصوت, بس yeah. المهم الحاجة الوحيدة اللي مش عجباني هو الشباك ده, بس I'm probably gonna put a curtain هنا. هتبقى آخرها تقريبا هنا. And then the most exciting part, إنه I have a toilet. So here's my toilet. هنا في مراية. Hello guys, that's me. بس probably هغير المراية دي لأنه مش عجباني. It looks horrible. Probably هحط مراية جديدة. I really like it. It's so cute كده and small. And I love the bathtub لأنه I'm gonna be able to make a lot of bubble baths, which is exciting. بس I'm so happy about this whole area. Like I have so much more space in this room. So this is exciting. Yeah, you guys, that's it. Hello guys, so رجعنا على البيت. Right now I'm craving McDonald's so bad. I can't stop thinking about McDonald's. So I'm gonna have Mac, I'm gonna order. الساعة دلوقتي 5 وهطلب McDonald's, I'm gonna eat.
وغايز صراحة I'm not feeling my best self today. I woke up and I had the worst pain cramps ever. And أنا my cramps are really bad, which is TMI. Can I please have one spicy mac chicken? Large please. Hi guys, it's the next day دلوقتي. أنا صراحة مش فاكرة إمتى آخر مرة سبتكم بارح أو كنت بعمل إيه أو كنت بقول لكم إيه، بس basically حاولت إني أصور فيديو لليوتيوب بس it was a big fail and I just closed the camera ورحت خدت شاور ونمت because it was just a really big fail. ما علينا، الحاجة دي بتحصل لي كتير قوي إنه بحاول أصور فيديو لليوتيوب وبحس إنه do I really wanna do that. الكواليتي ما بتبقاش حلوة قوي، الأوضة بتبقى مثلا مبهدلة، بيبقى في حاجات كتير كده غلط في الفيديو، so I'm just like no I'm not gonna post this لأنه it's not الكواليتي اللي أنا بحب إنه أنزلها على قناتي if that makes sense. So yeah it's fine it happens. honestly النهاردة عملت حاجات كتير ف I'm really proud and happy. لما صحيت الصبح كان عندي كلاس أونلاين وحضرته، كان من الساعة 9 لحد الساعة 10:30، وبعد كده I did a makeup look for my Instagram، لسه ما نزلتوش بس هنزله تقريبا. my posting times بتكون من الساعة 5-7 something like that، وبعد كده I'm just gonna film the video. oh my god you guys نسيت أقول لكم حاجة، تخيلوا ستاربكس بقى بيعمل delivery هنا في أبوظبي. like what وات عمرنا ما كان عندنا هنا في أبوظبي delivery لستاربكس، بس I think كان في دبي. ف right now أنا literally مستعدة أقعد طول عمري في البيت خلاص، like everything is here. I have my Starbucks, online shopping, YouTube. what else do I need to be honest? like nothing. okay لا that's too much لأنه I still need to go to the beach and travel. ف yeah like I'm so excited you guys طلبت drink and I'm waiting for it actually right now to come. I'm having one of those days اللي I'm so happy, I'm so positive and like excited about life. And you know, it's one of those days اللي هو I'm just feeling good, you know. And honestly, I love those days لأنه بحس كده إنه في good vibes around me and I just love that. في الأيام اللي بعمل فيها content for YouTube, for Instagram, كل الحاجات دي بحس إنه I'm much happier، إني مبسوطة أكتر، إني عندي طاقة أكتر. بس في الأيام اللي بكون فيها lazy وقاعدة في السرير وما بعملش أي حاجة I feel like shit. oh my god you guys تخيلوا كنت بحاول أشيل اللابتوب بتاعي من هنا وأحطه on my bed وكنت هوقعه. this was literally the scariest moment of my life. المهم you guys دلوقتي I'm gonna film the video, I'm gonna start, I have my setup كل حاجة جاهزة and I'm so excited to film this video because I'm gonna get personal in it and it's gonna be about hair removal. it's so hard saying hair removal. المهم ازاي بشيل شعر جسمي، ايه الحاجات اللي بستخدمها، everything like that هيكون في الفيديو ده. so yeah okay, so قررت اني هتغدى قبل ما اصور الفيديو because صراحة ما اقدرش اصور على معدة فاضية. I have to be full you know. guys I'm sorry but my mom makes the best white sauce shrimp pasta you'll ever have. it's so good. ما عليكو شكل الطبق دلوقتي because it's not looking cute but you guys like it's the best white sauce shrimp pasta ever. I love it. عارفين من زمان نفسي اعمل mukbang or mukbang I don't know بس المهم من زمان نفسي اعمل كده an eating video بس بحس انه it's so cringy to watch people eating مع انه انا I love seeing people eating بس بحس انه I would have so much hate in the comments like why are you eating like that like blah 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 blah. so I don't know if I wanna do that or not بس anyways طبعا لازم مع الاكل كولا. bad habits you guys bad habits بس honestly like unfortunately ما بقدرش اكل من غير كولا like كولا is life to be honest. hey شوفوا ايه اللي وصل. by the way الكيس مبلول لاني رشيته spray علشان اعقمه بس guys yay بس انا كاتبين لي have a nice day and stay safe and it's so cute finally I'm gonna have my Starbucks coffee at home and I'm so excited. okay let me get it out. it is guys my little Starbucks drink. I'm so excited to drink this لأنه وحشني Starbucks. لو أنتوا عارفيني من زمان هتعرفوا قد إيه أنا بعشق Starbucks so I'm so excited right now. by the way اللي أنا طلبته caramel frappuccino so yeah it's one of my favorite drinks.
هلو جايز، سو رجعت لكم تاني بعد ما صورت الفيديو. خلصت دلوقتي، اكشلي مش خلصت دلوقتي، خلصت من زمان، بس قعدت اعمل تيك توكس. يو جايز، جايز التيك توك قد ايه ادكتيف. او ماي جاد يو جايز، اتس such an obsession for me. في الاول احتقرت التيك توك والناس اللي بيعملوا فيديوهات عليه، بعدين انا بقيت واحده منهم. جايز انا نزلته كاللي هو ايه، كهبل يعني، انه اتس ا جوك. بعد كده I became obsessed. Like TikTok is my thing now. I love it. على فكرة عايز اقول لكم ان Bath & Body Works order بتاعي وصل، وانا صراحة ما قدرتش استنى، ايدي كده فيها دودة، وفتحت البوكس وشميت كل الحاجات. بس انا هعمل لكم haul very soon لما انقل بقى على البيت الجديد وكده، هعمل لكم فيديو ايه كل الحاجات اللي انا اشتريتها اونلاين، لانه صراحة you guys عملت orders كتير قوي، فهوريكم كل الحاجات دي في فيديو لما انقل. So I don't know if you guys remember. لو you don't remember رجعوا الفيديو شوية، أو هحط لكم صورة. بس عندي في الأوضة زي زاوية أو حيطة فيها شباك صغير، فأنا اللي بفكر إني أعمله جنب الشباك ده إنه أحط عليه ستارة صغيرة، وجنبه أحط زي a chair like a cute little chair، و اخلي الركن ده ركن اليوتيوب بتاعي، بس مش للميك اب توتوريالز، يعني اخليه ركن كده لو هعمل مثلا هول، او لو هقعد اتكلم معاكم. يو نو وات اي مين، لايك بحس اتس غانا بي ريلي ريلي كيوت، لايك ا كورنر فور يوتيوب. فا اي دونت نو وات يو جايز ثينك. لو عندكم اي افكار للتويلت، لو عندكم اي افكار للاوضه بتاعتي، انه حاجات ممكن اعملها، بليز سيبوها لي في الكومنت. ولانه وضع الكورونا دلوقتي وكده مش هيسمح ان احنا نجيب ناس يدهنوا لنا البيت، فاي ثينك انه هخلي الروم بتاعتي وايت. اول مره هتكون انه الروم بتاعتي وايت وولز، لانه دايما بينك او بيبي بينك او حاجه كده. ف I feel like it's a change, you know, and I actually like it because I've never had like white walls, and I can use it as a background for YouTube, for that's actually really good too. طلعت البالكوني شوية، and guys صراحة هيوحشني قوي إنه عندي بلكونة في الأوضة، لأنه البيت الجديد ما فيهوش بلكونة، في بالكوني بس في الصالة، بس like في الأوضة بتاعتي I don't have a balcony. My brother has a balcony, so he's lucky, but I don't have one in my room. So I'm really sad about that. I love my balcony. والجو النهاردة حلو قوي. I love the weather. أنا بحب قوي أطلع في البلكونة، لأنه بحس إني خرجت غيرت جو. Especially في الشتاء بعشق إني أطلع في البلكونة لما يكون الجو كده شتاء ومغيم ومطر. Oh my god, I love that so much. بحس إنه لما أطلع في البلكونة المود كله بيتغير. ف I love having a balcony in the house. ف I'm kind of sad صراحة، بس يلا it's fine, it's okay. guys ملاحظين قد ايه شعري طول صراحة؟ مش عارفة I don't know how I feel about it. انتوا ايه رأيكم، اطوله اكتر اخليه يطول، ولا ارجع اقصه؟ what do you guys think؟ guys I've been so obsessed with Amazon lately، والهوم ديكور بتاعهم يجنن. there's this plant that I've been looking for everywhere، وأخيرا لقيتها على أمازون. استنوا هوريكو، هي دي. oh my goodness شوفوا ما أحلاها، it's so pretty. بقالي كتير جدا بدور عليها وأخيرا لقيتها، so I'm definitely buying it. بيبقى شكلها كده في الباكجراوند. I wanna put it like somewhere in my room. شوفوا قد ايه شكلها يجنن لما تتحط في الأوضة أو في البيت. oh my god قد ايه بتحلي. I just want this so bad, so I'm getting this for sure. كمان حاجة هجيبها أونلاين هي الكوفي ميكر دي، and I'm so excited finally you guys، لأنه بحس this will make my life so much better, and I'm just so excited right now to get this. I've been wanting this for the longest time ever، ومش عارفة ليه دايما كنت بنسى أجيبها، بس I'm finally ordering it right now. And it's been sold out for the longest time you guys. Like يعني ما صدقت اني لقيتها اونلاين. ف I'm really excited about this، لانه بحس it will make my life so much better as a coffee lover. ف I can't wait for it. المهم guys I think that's it for today، and I'm just gonna chill on bed, watch my shows and be lazy. ف I'll see you guys next morning and good night. هلو جايز، عاملين ايه النهاردة؟ سو احنا دلوقتي تقريبا بعد يومين من اخر مرة كلمتكو، او بعد 3 ايام. اليومين او 3 ايام اللي فاتوا دول ما عملتش اي حاجة literally،
كنت بس بعمل ميك اب بحطه على الانستغرام وبحاول اجهز كده حواليا، بشتري حاجات للاوضه، كل الحاجات دي. So I ended up ordering البلانت اللي قلت لكم عليها. يعني انت ما بتجيش غير لما اكون بعمل فيديو، انا مش فاهمه. I swear ما بيعبرنيش غير oh by the way I have a stain on my shirt بس ignore that. Did you just wake up؟ ازيكم عاملين ايه؟ Please don't unsubscribe guys. Please. I did my makeup وحطيت nails. ايه رايكم في النيلز؟ Are they nice؟ عاجبيني؟ Are they nice؟ اوه بجد؟ فويل كده وبتحطيه على النيلز ولا؟ إذا أي واحدة فيكم عارفة هو بيتكلم عن ايه تسيب تحت في الكومنتس because I have no idea. وكل ده مش هيتحط صح؟ لا هيتحط. I'm sorry بس I will put it. Actually هعمل لكم ال Bath and Body Works haul في الفلوج ده، لأنه حسيت إنه الحاجات التانية طولت قوي وشكله الموفينج بروسيس هتطول قوي، فصراحة مش هستنى أكتر من كده. فهوريكم الحاجات اللي جبتها من Bath and Body Works لأنه صراحة مش قادرة استنى. And I want you guys to see what I got. عايزة كمان أقول لكم إني هطلب حاجات من إيكيا. Do you guys call it IKEA ولا IKEA؟ لأنه أنا أهلي بيقولوا عليه IKEA بس أنا I call it IKEA. I don't know. المهم ما علينا. Oh my god I'm so bad. هطلب حاجات من IKEA. So I want like a new makeup vanity. فهطلب الديسك بتاع الميكب. مبارح I was online shopping as always. فكنت فتحة شيئن. شيئن على فكرة لو ما تعرفوش عندهم حاجات تجنن للبيت وكل حاجة. لو عايزين تشتروا اي حاجه من شيئن هسيب لكم الكود بتاعي هنا، كود خصم هيديكوا 15%. على فكره ما بيدخليش منه اي ربح بس انا بسيبه لكم علشان انتوا اللي تستفيدوا بيه. ما علينا. فدخلت شيئن و you know قاعده بتفرج على الحاجات، ف I ended up putting a lot of stuff in my cart. يعني my cart يمكن كان فيها 25 item وانا بعمل check out. I think سبت التليفون شويه ورحت اتفرجت على نتفليكس ومش عارفه ايه وضيعت وقت. رجعت للكارت والله العظيم يا بنات ما بهزر معاكم، لقيت literally 3 ارباع الحاجات راحت من الكارت وبقت sold out. انا was just like they ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine. Seriously. وكان في حاجات مهمة، كان في ستاير، في like حاجات بجد كنت عايزاها من زمان من شيئن للبيت and I was like now it's sold out. فتعصبت وعملت cancel للorder وقعدت في السرير اكمل نتفليكس بتاعي. عمركم شفتوا فراغ اكتر من اللي انا فيه دلوقتي؟ حتى رد لبستك ورموش و I'm so put together في الاخر قاعدة في البيت. By the way مش عارفة ايه الستين دي صراحة. I think it's like من الغسيل او حاجة بس I like this shirt وحسيتها لايقة مع اللبستك بتاعي. So yeah. هو ده اللبستك اللي انا حطاه من فلورمر واسمك ايه يا ابني؟ كاندي. اسمه كاندي. دلوقتي هروح اعمل كوفي. I think ده اول مرة في حياتي، اول يوم في حياتي بجد اتأخر قوي كده لحد ما اشرب الكوفي بتاعتي، لان انا عندي كده يعني فاهمين روتين ما بيتغيرش. بصحى بشرب الكوفي وبعدين ببدأ اليوم. like النهاردة يومي بدأ قبل ما اشرب الكوفي، فانا بجد I'm not in the mood دلوقتي خالص لأي حاجة and I don't feel my best. So I think it's because of lack of coffee. So هاخدكم معايا دلوقتي المطبخ هنروح نعمل كوفي. و for some reason عايزة اقول لكم انا بعمل الكوفي بتاعتي ازاي، لاني كل ما اعمل كوفي لحد يقول لي انتي بتعملي your coffee ازاي and I think it's just my touch لاني بعمل كوفي زي باقي الناس عادي you know. Actually this is really funny and weird بس انا من الناس اللي بيجمعوا المجز و I think انتوا دلوقتي لو بقالكوا كتير بتفرجوا عليا هتكونوا عارفين الحاجة دي، ان انا بحب جدا اجمع الكوبايات بتاعت الكوفي. بحس انه لما اشرب في كوباية مثلا لونها pink وcute وكده بحس انه الكوفي بيبقى طعمها احلى. Oh my god I know I sound crazy I know I sound weird and dumb بس trust me you guys that's how I feel. لو اي حد عايز يجيب لي هدية في عيد ميلادي جيبوا لي mugs، اما بهزرش معاكم بجد. يعني بصوا استنوا، في عيد ميلادي اللي فات اختي جابت لي دي، هي مش mug بس انه كوباية يعني تعتبر كده حاجة للكوفي. اوكي جالي دي كمان، بصوا ما احلاها. It's so cute وانا حطيت فيها الميكب brushes they need to be cleaned you guys. ايو وجات لي دي كمان، دي تجنن، حطيت فيها الليب لاينرز. يعني شوفوا قد ايه my friends عارفين اني قد ما بحب الكوبايات وحاجات الكوفي والمجز وكده
كلهم في عيد ميلادي جابوا لي ماجز ف I love mugs. المهم يو جايز يلا نروح المطبخ علشان نعمل كوفي. وعلى فكره وانتوا بتتفرجوا على الفيديو ده بليز جو جيت يور سيلف كوفي، انتوا كمان اعملوا شاي قهوه اي حاجه تشربوها. هلو جايز، احنا دلوقتي في المطبخ وفور سام ريزن انا بحب اضاءه المطبخ جدا. في البيت الجديد ما عنديش الاضاءه دي في المطبخ. It's not like it's my kitchen, you know, it's my mom's kitchen and I keep controlling her kitchen as if it's mine and it's disturbing. معصباني قوي دي، بس ما علينا، حاولوا انكم تتخيلوا ان هي مش موجوده. اوكي تمام اتفقنا. مش عارفه لو اللي انا هقوله ده انا بس ولا في بنات تانية زيي او ناس تانية زيي، بس انا بحب قوي حاجات المطبخ بجد. معرفش يعني بحب التلاجات، بحب يعني I love kitchens you know like I don't know it's weird. ما علينا. اوكي actually I wanna show you guys this. This is my mug collection. دول اللي انا وريته لكم في الفيديو اللي فات، ودي it's like plain white. Can you guys see? I don't know if you guys can see. Okay, دي بيضة ودي pink ودي purple ودي جبتها من Paris. It's one of my favorites. Yeah. هشرب في دي. الكافي اللي بحب استخدمها هي دي نسكافيه جولد. ما تقولوليش اي حاجة تانية، دي it's the best. هاخد معلقة منه. Guys, I love doing this. والله العظيم ما بهزر معاكم، انا sometimes بمشي بيها في البيت. يلا شموا شموا شموا. هاخد معلقه منه. جايز اضحكوا. اوكي في مره صحيت من النوم رحت على المطبخ عادي اعمل كوفي. اوكي اسمعوا بقى عملت ايه. حطيت الحليب في الكوبايه وطلعت النسكافيه والسكر وكل حاجه حطيتهم، ورحت حاطه الكوبايه في الميكروويف، وبعد كده طلعتها ورحت الاوضه. ولما رحت الاوضه اكتشفت ان هي حليب سخن من غير نسكافيه. لايك وات. حطيت نص معلقه سكر صغيره، وطبعا انا مش بستخدم براون شوجر علشان دايت ولا حاجه، هو ده السكر الموجود عندنا في البيت واحنا يعني مجبورين نستخدمه علشان مامتي. هحط ميلك وخلص الميلك على الكوبايه. عندي طريقه كده غريبه بس بحسها بجد بتدي طعم غير للكوفي. سو بحط النسكافيه ده في الميكروويف لمده دقيقه بالظبط، وبطلعه بقلبه، وبعد كده برجع احطه تاني على 20 ثانيه وبطلعه بقلبه. and you will have the creamiest coffee ever. مش عارفه ايه الفرق اللي بيعمله في الكوفي بس طعمها بيبقى احلى. trust me. بدوق الاول اشوف هو محتاج حاجه ولا لا. It needs a bit of sugar. لازم انا اللي اعمل الكافي بطريقتي والا مستحيل اشربها. استغفر الله العظيم. كنت رايحه احط السكر في الميكروويف. And that was gonna be the end of our vlog لانه كنت هولع في البيت. And here it is. تعملي ايه؟ بلعب. بتلعبي معايا؟ Okay guys, so we have this box so كل حاجات من Bath and Body Works. So هبدأ بأول حاجة هوريها لكم، هي this hand soap اسمه Honolulu Sun. Guys كلمة Honolulu بتضحكني. Honolulu. Okay. So أنا already شمتهم أول ما جبتهم بس صدقوني والله العظيم نسيت الروايح، فهرجع أشمهم تاني وأتصدم معاكم كأنه أول مرة. Oh my god. This smells like summer. عارفين؟ summer summer. انا دخلت مناخيري فيه بس ما علينا. سو كاتبين المكونات fresh island coconut، طبعا انتوا كلكم عارفين انا بحب الكوكونات قد ايه، pacific palm and driftwood. ريحته كوكونات، ريحته مالديفز كده على اساس انا عارفه ريحه المالديفز. اه بس ريحته كده vacation، تحسوا انه حاجه تاخدوها معاكم وانتم مسافرين كده على البحر. واو. تاني واحد جبته هو الووتر ميلون ليمونيد، وانا لما شميته ما عجبنيش قوي. في الكاندلز والحاجات التانية ريحته حلوة قوي، يعني انا اوريدي كنت عارفة ريحته، بس في الهاند واش حسيت ان ريحته تو ماتش. عارفين like actually no I like it. Why am I being rude? It's nice بس it's too sweet. عارفين اللي هو too sweet. اخر هاند سوب جبته هو الفانيلا كوكونات. طبعا على فكره الحاجات دي انا كلها جبتها اونلاين، ما كنتش عارفه ايه روايحها، بس that was kind of like exciting for me علشان لما يوصلوا كده you know
اشمهم. سو انا جبت ده obviously for one reason لانه كان مكتوب عليه فانيلا كوكونات and I love coconuts. او واو عارفين ريحته ايه؟ مش عارفه افهمكم ازاي. ريحته نظافه كده سبا. I don't know, it smells like, it smells really calm. يعني ريحته مش قويه قوي, calm قوي كده هادي. ريحته كده سبا. I don't know, I like it, it's nice. دلوقتي this is the most exciting part لانه طلبت body wash من Bath & Body Works وانا بعشق البادي واش بتاعتهم. ده طبعا المفروض كلكم عارفينه اللي هو Dark Kiss. دي من الاوريجينال كولكشن بتاعتهم, دايما موجودة عندهم. لو ما جربتوش ريحة Dark Kiss you have to because it's amazing. Oh my god guys, الريحة دي عارفين لما تشموا حاجة تفكركم بذكريات؟ الريحة دي كانت اول ريحه شمتها في Bath & Body Works خالص, هي كانت الدارك كيس. السبراي البادي باتر كل حاجه كانت عندي منها, انا obsessed with it, it's really really nice. لو ما جربتوش الدارك كيس you have to try it. سو ده البادي واش, ده الكولكشن بتاعه السليب الاروما ثيرابي اللي هي المفروض تبقى مريحه وتخليكوا تناموا كده. ف in love with the concept وجبت الريحه اللي هي لافندر فانيلا, حسيتها كده هتبقى حلوه وفعلا طلعت حلوه كز انا شميته قبل كده. او ماي جاد جايز, او ماي جاد اونستلي هقول لكم حاجه. عارفين لما تحاولوا تنيموا بيبي, honestly that's what it smells like ريحه كده هاديه لافندر. It smells like a dream. I don't know how to describe, I'm so bad at describing this. Can you guys tell? This honestly smells like راحه نفسيه كده, كانه هي هي هيديكوا better sleep. And honestly هو اصلا مكتوب عليه sleep, بصوا sleep lavender vanilla. انا برضو كنت عامله اوردر من لاش بس لسه ما جاش, وعلى فكره اتاخر قوي, تقريبا بقاله 2 weeks. فاللي هو لاش hello what's wrong, I'm really sorry guys بس تليفوني قفل وانا بكلمكم, so disrespectful. بس anyways دلوقتي هجيب كراتين من برا وهبدا اني احط الهدوم في الكراتين دي. guys حصل في ابديت so قلت اقول لكم عليه. لسه من شويه دلوقتي حالا قلت لكم اني هحط الهدوم في الكراتين, اهي الكرتونه هنا if you can see it. I was talking to my parents and then they said انه we're not gonna move tomorrow because احنا المفروض كنا we're gonna move tomorrow اللي هو Friday, بس قالوا لي لا خلاص we're not gonna move tomorrow, we're gonna wait till next Friday. تخيلوا next Friday علشان الكهرباء وكل حاجه لسه ما جاتش في البيت. فانا مش عارفه ايه بصراحه مشكله الكهرباء, I don't know. بس yeah so قلت اكيد it doesn't make sense اذا انا عبيت الهدوم كلها في الكراتين like واحنا we're still like gonna move next week if that makes sense. فحسيت انه لسه بدري. او انتوا بتتفرجوا على الفيديو ده هيكون already رمضان تقريبا, يعني already دخلنا فيه. فرمضان كريم عليكم كلكم وعلى اهلكم وعلى حبايبكم, كل سنة وانتوا طيبين وان شاء الله يتعاد عليكم بالصحة وسلامة. قريت النهاردة خبر كان بيقول انه ممكن يفتحوا المولز تاني لان احنا عندنا هنا في الامارات المولز كلها قافله. The idea of like life getting back to normal is just so nice, like I don't know, I want life to be normal again. لان انا انسانه بحب الروتين جدا, وانا اكتشفت الحاجه دي في الحجر المنزلي انه انا فعلا بحب الروتين, بحب انه like يكون عندي خلاص انه انا هصحى النهاردة كذا 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 like خلاص you know I feel comfortable and I get comfortable in my routine. فأي حاجة حتى لو حاجة صغيرة حاجة كبيرة بتغير الروتين بتاعي بتضايق قوي منها. عايزة اقعد اتكلم معاكم شوية, اعرف عنكم, اعرف ايه اخباركم في الحجر, بتعملوا ايه, بتقضوا وقتكم ازاي. please قولولي في الكومنتس علشان فعلا I really wanna know because you guys are my friends. انتو بالنسبة لي you're my second family honestly, like مش انه بس متابعين على اليوتيوب or anything, لا بالعكس like بحس I wanna know what you guys are doing if that makes sense. فعايزة اطمن عليكم كده اشوفكم بتعملوا ايه. بعيدا بقى عن كل الحاجات دي انا عايزة بجد اكلمكم في موضوع serious شوية. so بلاقي كومنتس كتير بتجيلي انه روان انت ازاي دايما بتضحكي, ازاي دايما مبسوطة, ازاي دايما you know how to like get yourself out of like quarantine mood والحاجات اللي زي دي. يعني انا الجزء اللي انتم بتشوفوه من حياتي بيكون
اقل من 50%، لانه انا بحطش كل حاجه على الانترنت فور شور، ما فيش حد بيحط كل حاجه على الانترنت. فالبرايفت لايف بتكون، مش هقول لكم غير، لانه انا الحمد لله يعني الحمد لله بحمد ربنا انه my life is good, nothing is wrong, like I'm happy الحمد لله. بس اكيد بتجيلي ايام انه بكون I'm not in the mood, you know, like في الاول في الاخر I'm a human, like it happens to everyone. حتى كايلي جينر ساعات بتبقى not in the mood. What an example. الحاجة دي بتحصل لكل حد عادي، بيكون عندنا mood swings، يعني بيكون عندنا negative thoughts، كل الحاجات دي. بس انا عايزة اقول لكم نصيحة. انا اتكلمت على موضوع law of attraction وقانون الجذب وكل الحاجات دي في فيديو قبل كده. عايزة اقول لكم ان law of attraction هو دايما الحاجة الوحيدة اللي بتطلعني من اي مود وحش. لما اكون not in the mood، لما حاجة تحصل لي في حياتي وحشة، لما اي حاجة تحصل لي whatever it is، لما افكر في law of attraction and positive things، this makes me feel munch. ماني شايفة اتكلم. This makes me feel much better. عرفتوا ليه مش بتكلم في مواضيع سيريس؟ لانه دايما بالغلط بتقلب هزار. المهم you guys، لا this is very serious honestly. The law of attraction والmanifestation معناها انه you can achieve anything او you can attract anything into your life as long as you believe انه انتو تقدروا تحصلوا على الحاجة دي، or as long as you believe that one day you will have it، وان انتو تقعدوا تتخيلوا الحاجة دي وتقعدوا تفكروا فيها لحد ما هتحصل، وهتحصل في يوم من الايام. You can't just be like oh I wish انه ده يحصل. لا، you have to believe انه هو في يوم من الايام هيحصل. عايزة اديكم مثال من حياتي انا الشخصية، ويعني مثال من امثلة كتيرة جدا عن law of attraction والmanifestation. والمثال اللي هدهولكو ده simple قوي ويعني بسيط جدا، بس يعني اكبر دليل على انه في law of attraction و it works والmanifestation وكل الحاجات دي. so انا بقالي تقريبا من وانا عندي literally you guys 16 سنة بقول لاهلي انه انا هسافر يوروب لوحدي في الشتاء في الكريسماس، لانه كنت بحب اجواء الكريسماس. I love Christmas vibes. I just love winter. فكنت بقول لاهلي انا هسافر اوروبا في الوينتر and I will experience the Christmas vibes كل الحاجات دي. فأهلي كانوا yeah sure girl. I kept saying this to myself إنه أنا هسافر أوروبا في ال winter. I will experience this. ما كنتش عارفة إزاي هسافر، مع مين، هروح إمتى، فين، nothing. okay أنا بس كنت بقول لنفسي أنا هسافر يوروب في ال Christmas vibes. I'm gonna experience this. I want this. It will happen. وكنت بشوف صور تقريبا كل يوم بالليل. I know this is crazy، بس كنت بدخل على صور أقعد أتفرج على يوروب في ال winter and I just loved it so much. and I used to convince myself إنه I'm there, you know. الشتاء اللي فات ده قلت إنه السنة دي خلاص هي دي السنة اللي أنا فعلاً هسافر فيها يوروب. زي ما قلت لكم مش عارفة إزاي، فين، مع مين، nothing literally. لما أقول لكم ما عنديش أي plan، فعلاً ما كانش عندي أي plan. وقلت الحاجة دي لنفسي وخلتها في دماغي وخلاص إنه عشت حياتي. you know. في يوم من الأيام كنت بتكلم مع one of my best friends and her sister is engaged. She was engaged طبعا because she's married now. بس she was engaged to someone in Paris. في يوم كنت بكلم my best friend and she was like my sister is planning a wedding in Paris. So how about you come? And I was like what? فmy dad وقتها لما قلت له صراحة رفض تماما. فبعدها بكام يوم لقيت بابا جاي بيقول لي by the way انا عملت لك ورق الفيزا فيلا روحي قدمي. فقلت له هو انت مش قلت لا؟ قال لي لا خلاص انا فكرت في الموضوع وكده اوكي يعني I don't mind. ف I was like seriously. بس انه كان باقي 2 weeks على يوم السفر. اسمعوا بقى البارت اللي جاية دي لانه it's actually crazy. like honestly I don't even know ازاي الموضوع الزبط بالنسبة لي. I really don't know. بس all I know is it was meant to be. خدت الورق بتاعي ورحت السفارة علشان اقدم الفيزا. اول معاد او اللي هو ابكر معاد the earliest كان قبل السفر بيومين. واصلا الفيزا علشان they process it وكل الحاجات دي بياخد البروسس كلها بتاخد 2 weeks. فمستحيل، قلت خلاص انا مستحيل اسافر. like there's no way you know انه والله قبل الموعد بيومين هيلحقوا يعملوا كل ورقي. like no way يعني بالمنطق مستحيل. وانا واقفة عند الراجل بتاع السفارة اوكي بيحاول يشوف مواعيد تانية وكده بيحاول يعمل كل حاجة. he was just like I'm so sorry like ما فيش اي حاجة هقدر اعملها لك. فجأة لقيته بيقول لي
like I can't believe this. فجأة لقيته بيقول لي انه في واحد لسه مكنسل موعده دلوقتي حالا وفي معاد انترفيو بكرة. Imagine you guys. وحجزني في السبوت اللي هي خلاص اليوم اللي بعده رحت عملت الانترفيو. Everything was great. الاغرب من كل ده ان الفيزا طلعت لي في نفس يوم سفري اللي هو نفس اليوم انا الصبح رحت خدت الفيزا بتاعتي والجواز بتاعي وبالليل سافرت. Like what? It was crazy. ملخص القصة اللي انا حكتها لكم دي اللي هي الطويلة البورينج اللي كلها details ملهاش اي 30 معنى انه بجد اقروا عن law of attraction. حاولوا انكم you include it in your daily routine لانه فعليا هيغير لكم حياتكم literally like هيخليكم more positive هيخليكم happier هيديكم كده طاقة ايجابية and we need that especially في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. فانصحكم انكم فعلا تقروا اكتر عن law of attraction manifestation. في فيديوهات كتيرة جدا على اليوتيوب هحاول اني الاقي لكم احسن فيديوهات بالنسبة لي انا واحطها لكم تحت في الديسكريبشن بوكس الناس اللي بتتكلم عن المواضيع دي اللي انا استفدت منهم وحسيتهم انه فعلا بيدوا طاقة ايجابية. هسيب لكم الفيديوهات دي زي ما قلت لكم تحت في صندوق الوصف. Hello guys, it's 9:57 PM. أنا خدت شاور وقعدت في السرير and this is my favorite place you guys, my bed, okay, with a big t-shirt. It's my favorite spot. المهم زي ما انتوا شايفين دلوقتي أنا على موقع IKEA. I'm gonna buy some stuff for my room وهوريكم أنا هجيب ايه. Okay, so هي دي الميكوب تيبل اللي أنا عايزة أجيبها. So هيبقى شكلها عامل كده مع my mirror وحلوة قوي و it's very simple. وأحط معاها المراية واللايتس بتوعي هيبقوا على two sides وبعد كده هحط الأليكس جورز بتاعي هنا. و I think هنا ممكن احط ارفف من ايكيا برضو لونهم ابيض هيبقى كل حاجة لونها ابيض. وللحمام هجيب المراية دي هحطها عندي في الحمام بدل المراية اللي متركبة because I don't like that mirror. بصوا شكلها عامل ازاي وهي في الحمام. I'm obsessed. انا عجباني قوي السودا. انتوا مش متخيلين قد ايه عجباني بجد. بصوا how classy. بس لا I think انه I'm gonna stick with white. بحس انه هتليق اكتر مع التويلت بتاعي so I'm gonna add it to cart. هي دي السايد تيبل اللي انا عايزاها بس اكيد اللون البلاك. في منها الوان كتير فيه اسود ابيض بس انا حبيت البلاك. بصوا ازاي شكلها like جنب السرير تجنن. like I'm obsessed with this. حتى يعني مش محتارة حتى اجيب بلاك او وايت. لا I'm gonna get the black one. هجيب واحدة بس السايد من السرير هحط فيه التيبل دي والسايد تاني هحط فيه البلانت اللي انا كنت جايباها ومثلا ميرر او حاجة زي كده. لو بتدوروا على بلانتس حلوة للبيت ايكيا عندهم حاجات تجنن. بصوا دي مثلا واو واسعارهم حلوة جدا على فكرة يعني compared to other places. وبعد ما اطلب الحاجات هتفرج على نتفليكس هكمل السيريز بتاعي اللي هو Pretty Little Liars. و by the way في واحد من my nails اتكسر طار بس هصلحه الصبح because I'm gonna sleep anyways. بس anyways حبيت اقول لكم الابديت ده. دي هتكون نهاية الفلوج ده. بحبكم كلكم. ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو واشتراك في قناتي. دوسوا على الزرار المكتوب عليه سبسكرايب دلوقتي. انزلوا دلوقتي حالا دوسوا عليه. بحبكم جدا جدا. Thank you so much for watching. And I'll see you guys in my next video. Bye guys!